وصل هالترين؟ حلو بقى، قديش ساعة؟ رح تصير أربعة. قديش تأخروا؟ ساعتين وأكثر. وأنا برافو علي شو حمار، جيت لهون خصوصي لحتى أنزل أستقبلهم على المحطة، قمت فقعت نومي. شي إني قعدت خفيت، لك حظي. ليه مو عايتيني؟ ما فكرتك جد فلات؟ كأنه وصلوا. لا، بعد بدو ينزلوا الشنط ويحملوا الأغراض. شيخة ليلى صار لها 5 سنين برات البلد. من وقتها ما بعرف كيف مرق الدهر عليها. شو كان الطيب وحنوني هالمرة؟ بذكر لما كنت ولد كان عمري شي 15 سنة، عيان ما كان المرحوم بيي فاتح دكاني هون بالضيعة، سفق لي بوكس على وجهي نوفر من مناخير الدم. ما بذكر ليه بوقتها رحنا على بيت المشايخ. بيي كان سكران مطفي على الآخر. شايفة ليلى بعدها براسي كأنه امبارح، صبية ممشوقة. أخذتني على المغسلة هون بهالأوضة، أوضة الأولاد، وقالت لي: ما تبكي يا فلاح يا صغير، من هلا ليصير وقت عرسك بتكون على الأكيد صحي. يا فلاح يا صغير، إيه؟ صحيح، بيي كان فلاح، وأنا هياني بدلة وصباط لميع، من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله، مع الفرق هلا إني غني ومحشى مصاري. بس إذا منفكر فيها على المظبوط، إيه أنا فلاح ابن فلاح. وهيدا الكتاب خذه، ما بفهم منه شيء وكل ما بقراه بغفل. هذا الكلاب حاسين إنه أصحابهم جايين. شو بكي يا دنيا؟ إيدي عم يشفر هو على الأرض. مظبطة شعرك ومرسقة حالك مثل الدموزلات. هالشي ما بيجوز، ما تنسي مين أنت. هول من عند جنيناتي، قلت نحطهم بغبط الصفرة. جيبيلي بدربك كاس عرق. شو هالخطيطة على بكرة الصبح؟ شو هالجديد؟ الكرز كله مزهر. أنا ما فيني أقبل بهالطقس، ما فيني، هيدا الطقس ما بيسهل الأمور. ما تأخذني استاذ سليم، يعني حتى لو بدي عزبك، اشتريت هالصباط من يومين، طلع اجلك بزيزق بطريقة ما بتنطق. كيف هي زيته؟ اشيلها بركات، ماشي الحال. انا ما بيقطع علي نهار الا وما يمرقني مصيبته معه. بس انا ما برد، بتبسم. انا صار لي امشي. شفت كيف؟ يعني عم بحكي جد، مش معقول. سليم بدي خبرك شيء، بركات طلب ايدي. اه والله؟ بس انا مش عم بعرف فكر. ليك هو زلمة آدم، بس اوقات وقت يبلش بالحكي ما بتفهم عليه شيء. مع انه حديثه حلو وحساس، بس ما بتفهم شيء. انا بحسه بيعجبني، هو بيموت فيي. حلو هالزلمة معفر، كل يوم عنده مصيبة، هون بيتمسخر عليه وبسموه بمصيبة. يمكن وصلوا. شو صار لي تلاشت كلمة سوا؟ هيا هم وصلوا، تعال نروح نستقبلهم. أقولك رح تعرفني؟ صار لنا 5 سنين ما شفنا بعض. هسا خلي روح أوقع. لا تعال نستقبلهم، تعال.